قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. بعد إخراج قطر من المشهد السوري من خلال تنحي أميرها، بات الملف السوري برمته بيد بندر بن سلطان الذي فرض سيطرة تامة على الائتلاف الذي أسسته الدوحة وسط حالة من التخبط والضياع أصابت جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يسيطرون على الائتلاف بدعم وتوجيه قطري تركي. وتقول مصادر دبلوماسية عربية في باريس إن بندر أصدر توجيهاته لمنع أي من أعضاء الائتلاف من لقاء مسؤولين روس أو التحدث إليهم، لمنع أي ضغوط قد تمارس لتشكيل وفد مفاوض يذهب إلى جنيف 2. وتضيف المصادر أن موسكو تلقت مؤخراً رسالة خطية مما سمي المنبر الديمقراطي السوري الذي أسسه ميشيل كيلو، تعتذر عن حضور أي لقاء جديد مع مسؤولين روس في أي عاصمة كانت، علماً عن آخر لقاء تم في 5 حزيران عام 2013، وذلك دون تحديد أي أسباب منطقية لهذه المقاطعة المفاجئة، إلا أن الرسالة التي كانت موقعة من المدعو سمير عيطة تمت وفقاً للمصادر بتوجيه مباشر من بندر الذي أرسل منذ أسابيع طائرته الخاصة إلى اسطنبول لتحضر ميشيل كيلو، حيث عقد لقاءً مطولاً معه في الرياض. بندر كان قد فرض ميشيل كيلو ولائحة تضم 23 اسماً على الائتلاف المعارض بعد خلافات وصراعات وفضائح استمرت لأيام في اسطنبول دون أن يتمكن الائتلاف بتشكيلته الجديدة من انتخاب رئيس له كما تقول المصادر. وحول اجتماع الهيئة العامة للائتلاف في اسطنبول قال المصدر إن باريس وواشنطن ترغبان بإدخال عناصر عسكرية إلى الائتلاف، إلا أن لبندر رأياً آخر، فهو يفضل تأسيس هيئتين منفصلتين، تبقى الأولى مدنية وتأخذ الثانية الطابع العسكري، تفادياً لأي إحراج قد يسببه العسكر وفضائحهم وما يرتكب من مجازر يتحملون مسؤوليتها بحق الائتلاف ودوره السياسي. وتضيف المصادر إن واشنطن أوعزت بتنصيب اللواء المنشق المدعو سليم إدريس زعيماً للمعارضة، خاصة بعد إخفاق المعارضين وفضائحهم المتكررة وفقدانهم لأي مصداقية على الأرض، إلا أن بندر طلب منحهم فرصة أخيرة حيث سيتم في الاجتماع إعادة تشكيل الائتلاف وتثبيت عناصر جديدة داخله وانتخاب رئيس، ومن المرشحين للرئاسة لؤي صافي أمريكي الجنسية وأحمد عاصي جربة، وهو من قبائل مقربة لآل سعود كما تقول المصادر، وهناك تداول من جديد لاسم برهان غليون. وتختم المصادر في باريس القول بأنه لا جدوى من كل ما يقوم به بندر أو واشنطن سوى كسب مزيد من الوقت لإعطاء فرصة لميليشيات ما سمي الجيش الحر لتحقيق أي إنجاز في الداخل السوري قبل الذهاب إلى جنيف، فالواقع والحقائق وباعتراف عواصم عالمية كبرى تؤكد جميعها أن لا مستقبل للائتلاف المتوفى منذ فترة، كما إنه لا أمل لميليشيا هذا الجيش الحر كما يسمى بتحقيق أي إنجازات على الأرض التي باتت تحت سيطرة الجيش العربي السوري. قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسماً بذاك ونحن الصادقون. الفجر كحل ناظريه.